السلام عليكم. اليوم نعرفكم بوحدة من أكبر الإقامات السكنية في الجزائر، تقع في بير خادم، واللي تحتوي على عدة يعني ملحقات ومرافق، منها روضة للأطفال، وكذلك مركز صحي متعدد الخدمات، وعدة يعني مرافق. والإقامة تعتبر ضخمة، رغم أنه عرفت تأخر كبير في الإنجاز، إلا أنها تعتبر إضافة عمرانية أكيدة للمحيط العمراني بصفة عامة في منطقة بير خادم، اللي عرف تطور كبير في السنوات يعني الأخيرة هذه. أترككم تتابعون إذن هذه هذا الفيديو عن هذه الإقامة الرائعة في جنوب بير خادم، والسلام عليكم.